حمل اللواء أبا الفضل العباس وأخذ يتخطى القتلى وهو يؤبنهم أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوه. ثم أشرف على تلعة من تلعات الغادرية وأطل على جسد قمر بني هاشم وقال أخي عباس ما بين مصرعك الفظيع ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعمه. هذا حسامك من يذب به العدا ولواك هذا من به يتقدم. وإذا القاسم خلف الحسين أنا أتقدم عن حسين. النوبة نوبتي الجولة جولتي الميدان ميداني. طالع الحسين احتضنه ضمه إلى صدره. بني قاسم لا تجعلني أرى شبابك معفرا على بوغاء كربلاء. ما أتحمل أشوفك. لا لا أبدا أبدا لا 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 أنت العلامة من أخي الحسين. أنا ما متحمل أشوف عمك أبو فاضل على بوغاء كربلاء. كيف أرى أخي الحسن مجزر على بوغاء كربلاء؟ أنت العلامة من أخي الحسن. هذا كان محظي. قاسم كان محظيا عند الحسن المجتبى. روايات أنه وضع يده في كف الحسين وقال هذه وديعتي عندك أبا عبد الله. نقل آخر يقول أبا عبد الله لا تكسر خاطره. عجيب. شلون يعني إمام معصوم؟ لا الإمام الحسن يظلم إلى أمر آخر. يعني إذا جاءك يطلب الرخصة لا تكسر خاطره. جاسم يا خويا كان جاك الغاضرية. اسمع اسمع الوصية الحسنية. جاسم يا خويا كان جاك الغاضرية يطلب الرخصة وينزل العركل دمية. خلى يا خويا يعتفر فيها الوطية ويفديك يا ابن أمي يا نور العين يا حسين. يفديك يا ابن أمي يا نور العين. بعد عندي وصية أبا عبد الله. ما هي وصيتك؟ وإن كان شلت الولد يوم عثر آخر جيبه الخيمة ومدده في طول الأكبر. وإن كان شلت الولد يوم عثر آخر جيبه الخيمة ومدده في طول الأكبار وامسح على جرحه وعلى رأسه لم طبار وخل عمته زينب تغسله بدمعة العين. بعد وخل عمته زينب تغسله بدمعة. وأوصيك يا ابن أمي بيوم الحرب والطاس في مصرع الغالي شديد العزيم والباس قبل يا خويا عني شف البطل عباس. احتضنه إلى صدره. لا لا بني قاسم ارجع ارجع إلى أمك تتسلى بك. قال عم حسين أم التي أرسلت لي إليك هي التي قالت بيض وجهي عند فاطمة. رغم ذلك الحسين تحفظ على هذا الغلام
أرجعه إلى خيمته. رجع القاسم متألم متحسر، استند إلى عمود الخيمة ووضع رأسه بين ركبتيه. عادت به الذاكرة، تذكر أباه الحسن على فراش المنية قد ربط له عودة، يعني رسالة صغيرة على عضديه. قال بني قاسم: إذا وقعت في هم وغم شديدين افتحا ينجلي همك. يمكن أن تكون هي المسألة فيها دلالتين. الدلالة الأولى أن الإمام الحسن عليه السلام يعرف أن انجلاء هم ابنه بالشهادة. بعد الأمر الآخر أن القاسم طوال ما كان عايش في كنف الحسين وزينب ما صار فيه هم ولا غم أبدا. فرفع رأسه قال: أي هم وغم أزجب من هذا الغم، أعمامي مصرعين على بوغاء كربلاء، عشيرتي مجزرة، عمي الحسين وإمامي وحيدا فريدا. فتح تلك العودة وإذا بها سطران كاللؤلؤ المنضوم، من الأب المسموم إلى الولد المهموم. بني قاسم، إذا خيمتم بأرض يقال لها كربلاء ورأيت عمك وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته كي تحظى بالدولة الأبدية والسعادة السرمدية. السيد هاشم البحراني يقول: هذه العودة من معاجز الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، إنباء بالغيب، ها يعني كتب فيها حوادث كربلاء قبل أن تتحقق. تقول الرواية: فطار القاسم فرحا وأخذ يهرول إلى عمه: عم حسين لقد حصلت الرخصة. من بني قاسم؟ من إمام معصوم مفترض الطاعة. قال له: أنا الإمام المعصوم. ناوله العودة فتحها وإذا بها خط الحسن المجتبى، أجهش بالبكاء لما رأى خط أخيه، توجه ناحية المدينة: السلام عليك أبا محمد، ليتك حاضر تنظر وحدة أخيك بين هؤلاء الأعداء. التفت إليه القاسم قال: عم حسين لا تحتار يا عمي، لا تحتار، لا تحتار يا عمي، لا تحتار، ولا تشوفنا في عيونك صغر، ترى احنا إذا من شبت النار أبونا علي حيدر الكرة، أبونا علي حيدر. لم ير بدا من إنفاذ وصية أخيه الحسن، جاء بذلك الشاب، دخل خيمة زينب، نادى: أخي زينب، رملة فلانة فلانة. هلموا، جاءت زينب: ماذا تريد أبا عبد الله؟ قال: علي بصندوق أخي الحسن. ماذا تريد أبا عبد الله؟ فتح ذلك الصندوق ففاحت منه روائح الحسن الزكي، فتصارخن النساء: وحسنا يا ويح قلبي من فتح بيده الصندوق ولبس ثياب المجتبى والقلب محروق، هاجت حريمة بالبكا وشم جاب مشقوق. لبسه نعلي الحسن المجتبى، قباء الحسن المجتبى، عمامة الحسن، ثم شقها نصفين. تقول الرواية لأنها واسعة عليه: نصف على رأسه ونصف أدلاه على جسده، فأصبح كأنه كهيئة المكفان. زينب تنظر وإذا بها تنفجع، صاحت: وأخاه وحسنا، وعمت زينب شافت كرب، نادت: يا ظلنا الممدود والفي
يا بعد الأب والجد والخي أنا من الحزن قلب طواطي تلبس جفن جاسم وهو حي تلبس جفن جاسم وهو حي عمت زينب شافت كروب من فعل أخوها رادت الذوب نادت دمع العين مصبوب هذا جفن يا حسين لو ثوب هذا جفن يا حسين زفه إلى المعركة تحاوطن النساء حول ذلك الغلام هذه تقبله تلك تحتضنه تلك تنادي وحسنا تلك تنادي وغريبا لزمة ترجع بس كان وعمت ابن حرات شمة ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوقت عزمك لعمك ضمه لليوم نيد خيرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح وتكلم يا والدة تدعي لي رايح أنا يا الوالدة من غير ما تقلي لي عمي وحيد بكربلة وفدي هنا بوصالي انت وعمتي زينب للمعركة زفوني انت وعمتي زينب للمعركة ثم التفت إلى أمه أمه وصية أخيرة بماذا توصيني بني قاسم نادى بوصيت يا أم وصية سمعي لفظ جوابي بان لو شفتيهم ذكري يا يوم محروم من شم الهوى من دون كل أصحى عطشان أنا يا الوالدة وقت الشرب ذكريني يقول حميد بن مسلم بينما نحن وقوف منادي القوم ينادي أين أنصارك يا حسين إذ خرج من بطنان المخيمات غلام كأنه القمر الطالع خاض في القوم خوضا وهو ينادي إن تنكروني فأنا شبل الحق سبط النبي المصطفى والمؤمن هذا حسين كالأسير تبردق فوق مهره وقال يومي وقال الرايت على الخيل حومي دبها وقال للرايات قومي عن دربي يصير ذياب في البر يقول أرباب المقاتل على صغر سنه على وحدته وكان راجلا على ظمئه على تكاثر الصفوف قتل منهم 11 فارسا يقول كنت إلى جانب ذلك الشقي الأزدي قال والله لئن مر علي هذا الغلام لأفجعن قلب أبي قلب عمه فيه قلت له دعه يشقى به غيرك لا تشقى أنت به يكفيك الذي نحتوشوه من كل جانب ومكان قال والله لأفعلن بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع عليه أين الصارخون وحسين
أبت له مروءته كبرياؤه شمم الحسن أن يمشي في المعركة حافيا فانحنى لإصلاح شسع نعله غير مكترث بالألوف ولا مبال بالصفوف فشد عليه الشقي الأزدي وضربه بالسيف على رأسه وصلت إلى جبينه خر معفرا على بوغاء كربلاء عليك مني السلام عم حسين يقول حميد بن مسلم شفنا من الحسين أمر عجب ما شفناه في أي مصرع ماذا؟ يقول لم يأتي إلى القاسم مباشرة وإن من قض على قاتله فقتله ما تحملها ثم وقف على ذلك الشاب نادى بني قاسم قتلوك ما عرفوا من جدك وأبوك هذا يوم كثر واتره قل ناصره يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك ثم احتمل الشاب على صدره يعني ما تحمل يشوفه تحت حوافر الخيول لكن يقول حميد بن مسلم رأينا شيئا عجيبا رجلي القاسم تخطاني في التراب أكان القاسم أطول من عمه دققنا النظر وإذا بظهر الحسين منحني جاء ومدد ما بين خول يجعدهم يا ولي وهم موت بس ما سمعن النسوان اجت عمتة تصيح الله اسمع اسمع مقطع الدعاء ادخله الخيمة القتلى بعد هني ادخلت خلفه زينب فلم ترى الحسين الآن داخل الحسين وين راح؟ حققت النظر وإذا بالحسين مضجع بين الولدين بين الأكبر والقاسم مر ينظر إلى ولده علي ينادي ولدي علي مر ينظر إلى القاسم ولدي قاسم رملة واقفة بباب الخيمة تريد أن تتودع من ابنها لكنها مستحية من الحسين خرج الحسين تقول الرواية دخلت رملة ما حالها عندما تراد ذلك الشباب مخضب بدمائه انكبت عليه يا ابني ما ذكرت أمك حنان عفتني وانكسر ظهري وحنيت يا جاسم خضبت شعري وحنيت بدمك يا شباب الغاضرية يا ابن انقطع منك نصيبي اردتك ذخر الايام شابي يا المحروم من شم العذاب ناد انتحل جسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلبي لا تصيد ليا بعينا عريس يا ابني وللمقابر زاد صار بفرد ساعة ازفافك والمنية انا من شفت عمك لبسك تفصيل الاجفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قومي يا سكنة وادعي شمعات
إلهي بحرمة الحسين الوجيه وجده وأبيه. أعزائي نحن نقرأ دعاء الفرج جمع صدقات ويهدى ثوابها للمرحومة أم عبد الواحد. اللهم كن لوليك اللهم شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا رد غربانا أرجع مسافرينا احرس مطاردينا أهلك ظالمينا يرحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما السعيدة المتوفاة إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.